شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، لازم نشق طريقنا ونبني بلدنا. ده تحدي التحدي زي ما تقال، تحدي الإرهاب اللي عايز يهز ويعرقل مصر. لازم هنتحرك ونتحرك بقوة عشان نخرج من دائرة الفقر اللي احنا موجودين فيها. احنا واخدين الطريق الصعب قوي، بس بيكوا يا مصريين محدش ابدا هيقدر يمنعنا ان احنا نبني ونكمل بلدنا. حذرت من أكتر من سنة إن هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا، والإرهاب هينتشر في المنطقة. يعني الكلام ده يهم مش بس المجتمع العربي، لا، يهم المجتمع الدولي كله. يعني يهم الأمريكان، يهم الروس، يهم الأوروبيين. انتبهوا لما يحدث في المنطقة.
هنشيل بلدنا على كتافنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها ومش هنخلي حد يقدر يضيعها.